اهلا بحضراتكم من جديد. نورني وشرفني النجم الكبير الاستاذ ايمن بدرة، الكاتب الصحفي الكبير ورئيس تحرير اخبار الرياضه. نور الدنيا. ازيك يا كابتن ميدو، انا سعيد ان انا اكون معاك. كل سنه وانت طيب. كل سنه سعيده علينا وعلى كل جماهير الكره المصريه وعلى كل الاهلاويه، وسنه عيد ميلاد مجيد لاخواتنا المسيحيين، ومبروك لكل مصر والمصريين والعرب كاس الامم الافريقيه 2019 في مصر. مبروك ابننا محمد صلاح من انجاز الى انجاز. من شويه كان بيتوج بجائزه الشيخ محمد بن راشد للابداع الرياضي، فالحقيقه كلها طاقه ايجابيه. خلى بص حتى وشك منور ازاي، وانت حتى كنت بتتكلم على حسين الشحات وازاي حسين الشحات والتضحيات اللي بيقدمها والتفاني والحب اللي الناس دلوقتي للاسف الشديد بتحاول انها تقول انه حسين الشحات لا ده بيقول كده عشان الاهلي. لا، حسين الشحات انا عارف كويس جدا، وعارف كويس جدا هو كان في العين، وانا قعدت معاه واتكلمنا وقلت له انت عندك مهمه دلوقتي انك بتمسح بعض السلبيات اللي كان في بعض ابنائنا المحترفين في الدوري الاماراتي غير ملتزمين وسابوا اثر سيء. انت دلوقتي فارس الرهان، الناس كلها بتتطلع اليك، وبعد كده ان شاء الله باذن الله مهمتك في النادي الاهلي. فحسين الشحات كان عنده اصرار وهو في اوج تالقه في العين، ودي شهاده امام الله، واحنا يعني مع زمايلي الشباب كان ضفنا في اخبار اليوم وعملنا له تكريم وندوه. كان عنده اصرار شديد على انه هو ينضم للنادي الاهلي. جميل جميل. حضرتك بدات بحسين الشحات، فخلينا نتكلم في حسين الشحات، لان انا قلت زي ما في الانترو حسين الشحات مش مجرد صفقه وخلاص. انا قلت تحديدا حسين الشحات اعاد جزء من كرامه الشارع الرياضي اللي كانت مؤخرا بتمشي ورا الفلوس. كل حاجه خد ماشي تعالى. حسين الشحات قال لا، مش الشارع، انت يعني بتخفف، انت بتروح، لا انا انت بتروح ليه من شارع بعيد؟ ما تخليك في ما تخليك على الجون على طول. انت راجل لعيب، خلينا على الجون على طول. يعني لا، بعض الناس اللي ارتدت عباءة الماديه وتركت عباءة القيمه والاحترام والمكانه رغم كل تاريخهم وانتماءاتهم مع النادي، ومع ذلك فضلت الماده في فتره. طبعا ما حدش بيقول انه ما حدش يعني يبقى يعني يدور على الماده، ولكن البحث عن الماده لا يعني ان يكون في اعتداء على اسم او كيان او الاشتراك. مجرد الاشتراك في محاوله الاساءه للنادي اللي انت اكتسبت اسمك منه وبطولاتك وما الى ذلك. عشان كده الناس كان عندها صدمه، وعشان كده في ناس مش مصدقه انه يكون في الاخلاص ده عند حسين الشحات، ومش مصدقه انه في ناس لسه مستعديه تضحي علشان خاطر بتحب ناديها وعشان خاطر تشتري مكانتها واسمها عند جمهور هي بتحبه. ففي احيانا امور لا تشترى، يعني في حاجات قيم المال ما يعوضهاش. في انك انت تبقى ماشي في الشارع وناس تقابلك بحب وتسلم عليك باحترام، دي حاجة ما تسواش، غير انك تبقى متداري وخايف تظهر في حتة علشان انت مالكش مكانة في وسط المجتمع ده. جميل. في ناس معاها ملايين، وشفنا ناس معاها ملايين ومليارات وتجرت بمعايير الشعب دوت وما لهاش مكانه. بالزبط. وفي ناس بسطاء طبعا بيرضوا ربنا اولا وبعدين. فالصدمه الكبيره اللي حصلت للجماهير الاهلاويه اللي هم بقى حقيقي مخلصين، وجماهير الكره المصريه بصفه عامه يعني الحقيقه كل بكل انتماءاتهم زملكاويه واسماعيلاويه وبورسعيديه، كلهم بيبقوا عندهم حب شديد جدا جدا لناديهم، بيستقطعوا من وقتهم، بيسافروا وراه، مستعدين يعني يتحملوا الكثير. فعلشان كده موضوع ان حسين الشحات يبقى في هذا في هذه المكانه في هذا التوقيت عامل شويه، لكن من المؤكد مع المباريات ومع الايام هيثبت انه كان مخلصا جدا للنادي الاهلي. كشف وجوه كثيره يا زعيم. الحقيقه يعني المقارنه دايما الناس تقارن
انا بتكلم في العموم، خلي بالك عشان بس الساده المشاهدين احنا بنتكلم في العموم. انا قلت الشارع، احنا بنتكلم على مواقف، احنا بنتكلم على مواقف، بنتكلم على مواقف، ما بنتكلمش على اشخاص، بنتكلم على مواقف، موقف كذا وموقف كذا. فالموقف انه حد يبقى من ضمن النادي ويسيبه علشان يروح يوقع لنادي اخر ويشعل ازمه ويعمل مشكله، واخد بال حضرتك؟ وتفتكر احنا كنا مره اتكلمنا كده، قلنا النادي الاهلي اعلم ولاده انه ازاي هو يحافظ عليهم، وعلم الناس انه الاهلي فوق الجميع. بالظبط، انا عمري ما انسى الجمله دي، انا نزلت قلتها وقلت كمان ان لا، هو ده مبدا، ده مبدا انه اللي متصور انه الاهلي ان هو هيبقى اكبر من الاهلي، لا، لانه في فعلا مبادئ وقيم قد تهتز في بعض الفترات ونتيجه دخول بعض الشخصيات التي لا تقدر قيمة وتاريخ ومكانة النادي العظيم، أحد المؤسسات الكبرى في مصر على الإطلاق وليس في كرة القدم فقط. وبالتالي لما بيختل المعيار ده عند واحد أو اتنين لا يمثلوا، دول لا يمثلوا الثوابت والقيمة بتاعت النادي. أكيد في زمن فيه متغيرات كتيرة، لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح. أكيد فكركم بالجمله تاني اللي كان الاستاذ ايمن بدر قالها، النادي الاهلي يعلم الجميع ازاي يحافظ على ولاده وعلم ولاده ان الاهلي فوق الجميع. تمام كده، تمام، جمله حلوه قوي بصراحه، قوي صحيح. يعني لو ما كانش الاهلي فوق الجميع ما كانش صمد قدام الامور والمتغيرات الكثيره والحاجات الكثيره اللي حصلت في الفتره الاخيره، حتى بالذات في يعني طيارات عنيفه بتحاول تسقط هذا الامر مع وسائل ووسائط اعلاميه كتير زي السوشيال ميديا والحاجات دي ومواقع وحاجات وكده. لكن برضو بيبقى الاهلي ثابت، وبتيجي وبيجي حد زي حسين الشحات يعلن انه اكبر من اي فلوس، قيمه وحب النادي الاهلي في قلبه اكبر من اي فلوس، فبتبقى اعاده ثانيه للثقه، وان شاء الله باذن الله تعالى يبقى ابن من ابناء النادي الاهلي محب ليه، وان شاء الله باذن الله تعالى التيارات اللي حاولت في الفتره الاخيره دي كلها هتنكسر على جدران المبادئ والقيم والاخلاق. تمام، ارحب بالحاج عامر حسين. حاج عامر المره الثالثه، اهلا وسهلا بيك. اشكرك يا كابتن حميد، ازي حضرتك؟ في حياتي دايما ليه برضه. اهلا يا حاج عامر، ازي حضرتك؟ الله يخليك. كده شفت الصوت، عشان انت كنت عايز تجيبه وانا مش موجود. قلت له انا قلت له لكن الحاج عامر مش هيتكلم الا وانا موجود. كل سنه وحضرتك طيب يا حاج عامر. انا بقيت بقول الساحر عامر حسين دلوقتي، ايه رايك؟ والله ربنا يستر ان شاء الله، يعني نحاول نعدي كل الارتباطات ديت بالاجنده القويه بتاعت الموسم الجاي اللي هي طبعا صعبه جدا، ان شاء الله نحاول نعدي الدنيا كلها تمشي بخير ان شاء الله يا رب. هتعمل ايه يا حاج عامر في الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ والله انا كنت طبعا استخسرت الانديه كلها ومجلس اداره الاتحاد في بدايه الموسم على كل الارتباطات اللي موجوده ديت، مش هحسبهم الموسم بالظبط، المده مش هستغرب يعني انا منها، لان انا عارفها من اول السنه وشرحتها وعرفت كان ان احنا نعمل الدوري مجموعتين او مجموعه واحده دور واحد، ناخد الثمانيه اللي فوق يلعبوا على المربع والعشره اللي تحت يلعبوا على الهبوط. انما الانديه كلها رفضت 18 نادي وقالوا نحن نلعب بالنظام بتاعنا، قلت لهم الدوري ممكن يوصل ل 12 13 شهر. تمام. خاصة ان النادي الاهلي هو مكمل، هو المصري من الموسم اللي فات، فممكن يوصلوا عدد المباريات اللي لعبها النادي الاهلي عشان كمان كان مشارك في البطوله العربيه. من 65 ل 70 مباراه خلال الموسم. وبالتالي الامور صعبه جدا، المنتخب عنده خمس ارتباطات اجنده دوليه، مباراه رسميه في كاس امم افريقيا تلعب اربعه فاضل المباراه تحت النيجر في شهر 3 18 ل 26 3. شرحت كل الكلام دوت، الانديه صممت على ان احنا نلعب بنفس النظام بتاعنا وان الدوري يطول مهما يطول لما نكمل بعد امم افريقيا، بشرط ان احنا ندي للانديه خمس لعيبه زياده
طبعا كان الكل قفل قبل يومين قبل الاجتماع ده بيومين الايمه الاولى. فكتبوا على ان الخمس لعيبه زياده وفي يناير هو ده اللي تم مقابل ان احنا نضغط المباريات. الانديه اللي بتلعب في افريقيا اللي بيلعب في ارض بيلعب بعد ثلاث ايام قبل ما يسافر المباراه الثانيه. وده يمكن اللي خلاني ما احطش مباراه للزمالك في الفتره اللي هي شهر 2 لشهر 3 عشان في قرعه الكونفدراليه يوم 21 يناير ان شاء الله. تمام. يعني حاج عامر بعد اذن حضرتك تقدر تقول المؤكد ان الدوري ان شاء الله مستمر. ان شاء الله مستمر طبعا بشركات راعيه ومصالح انديه ودفع فلوس كتير في اللعيبه. مش مستاهل زي زمان ايضا بين احنا كان الغي الدوري الغي الدوري وقف الدوري وقف الدوري. زمان كان كتير الفلوس اللي بتدفع ديت ولا تشيل الارتباطات ديت. يمكن في 2011 لما حصلت المشاكل اللي احنا شفناها كلنا الكوره واقفه الاتحاد الدولي بعت الانديه اللي هي ملتزمه انها تدفع. حصل خسائر كتير فعلا من اللعيبه. فلازم الناس تفتكر الكلام دوت الايام دي ما يشتغلوش ان الموضوع ان الغي الغي لا. انا اريح واحد بالنسبه لي ان انا الغي يعني. لازم عمال افكر طول الليل وطول النهار عشان اوفر يوم هنا ويوم هنا. وبعض الناس برضه ما بيعجبهاش وقالوا كلام ما ينفعش يتقال يعني. انما انا عارف الحقيقه كل واحد يعني كان بيضغط فين وبيبرر ايه للنادي بتوعه. فارجو من المنظومه كلها الحقيقه تفتكر الايام الوحشه اللي احنا قابلناها ايام ما النشاط وقف ويساعدوا كله على ان الموسم ينتهي بكل مشاكله وارتباطاته. لان الاتحاد الافريقي هو اللي اعلن ان الموسم ده استثنائي واحنا تبع الاتحاد الافريقي فمش لازم تاكيد ما دام هو استثنائي بالنسبه للاتحاد الافريقي هيبقى استثنائي بالنسبه لنا. فطبيعي ان لما يتلعبوا كورسين في سنه واحده ابطال دوري وكونفدراليه والنادي الاهلي عنده بطوله العربيه ومحدش يقول لي ان الاهلي طب الاهلي لعب ليه كل البطولات ديت. لا الناس كلها عارفه اللي بتقول الكلام دوت ان في حاجات انت بتبقى غصب عنك بتعملها. في حاجات بتبقى مصلحه عامه عن مصالح الانديه وبتدي لك تعليمات ان هي لازم تنفذها من المصلحه. بالظبط زي البطوله العربيه مثلا. الناس اللي هي عامله مش واخده بالها الحقيقه وبتلوم الناس والاهلي اتدلع في المؤجلات بتاعته واحنا ريحنا الاهلي. كان ده كله مش مظبوط له الارقام. وحتى بعد ما اعلنت ان الاهلي لعب 27 مباراه في 110 يوم منهم 14 عربي وافريقي ومنهم سبع سفريات. لو حصلوا وشالوا السفريات السبعه اربع ايام قبل المباراه واربع ايام بعدها هيلاقي الاهلي لعب اقل من ثلاث ايام مباراه. بالظبط. الناس دي كلها حقيقه يعني ارجو ان كله بقى يهدى شويه لان الموضوع دوت بيدخلنا في مشاكل وبيشحن الجماهير بدون سبب ومدعي والجمهور غلبان يعني. جمهور الانديه بيسمع الناس اللي هم منتمين للنادي بتاعه والناس اللي المفروض ان هم بيتكلموا في الاعلام فبيوجهوا الناس غلط وبيشحنوا الناس والناس بتصدقهم للاسف. طبعا عندهم حق يصدقوهم لان هم ولا يعرفوا الاجنده ولا يعرفوا السلطات. لما بيتكلموا عارفين كل الكلام دوت. لان انا بتكلم بلغه الارقام وقلت الاجنده موجوده واطلعها لاي حد واللي كان عنده حاجه افضل رغم المشاكل اللي هي قابلتنا وكان عنده حاجه افضل يحطها دلوقتي من بدايه الموسم افضل من اللي احنا عملناه عشان نوفر وقت يا ريت حتى عالم طبعا انا كنت غلطان يعني في الكلام ده. انت هتسمع كتير يا حاج عامر طول ما الناس دي عايشه هتفضل تسمع كتير. فانت خليك ماشي زي ما حضرتك ماشي واحنا عارفين كل الارتباطات اللي عماله. مش اسمع من الجمهور. الجمهور انا مش متعود على كده لان كنت بلعب ما فيش مشكله في الجماهير. انما لما نسمع مسؤوله او غير مسؤوله تطلع في اعلام تتكلم هي دي اللي لازم يتحط لها حد. هو حضرتك يا حاج عامر مش في لجنه قيم في الاتحاد؟ وشايف ان هو عارف وبشرح له يطلع يقول كلام عكس الكلام دوت عشان يريح ناس ويزايد على جمهوره برضه ما ينفعش. لما لعيب قديم يبقى موجود ويقول لك الكلام دوت وهو كان بيلعب على خمس يوم وسادس يوم وكان بيقع على خمس يوم وسادس يوم وبرضه ما ينفعش. انما الجمهور انا استحمل الجمهور. انما اللي في المنظومه وهم بيغلطوا بفعل فاعل وبيقولوا كلام غلط بفعل فاعل وهم عارفين وهم بيقولوا غلط هم دول مش مظبوط. طب هو حضرتك يا حاج عامر بعد اذنك المنظومه كلها هتتضرب. حاج عامر بعد اذن حضرتك سامعني يا حاج عامر؟ انا ايمن بدر. معاك استاذ الفضل. هو حضرتك ليه لما بيحصل حاجه من مسؤول بيحاول يثير الراي العام ويعني يضرب في صلب عمل لجنه مهمه او صلب عمل الاتحاد
فين لجنة القيم؟ ليه حضرتك ما بترفعش الأمر ده لمجلس إدارة الاتحاد وبتقول لهم والله إن أنا بأواجه مشكلة والمشكلة دي هتأثر على سير المسابقة وقد تتسبب في مشاكل ومصادمات في المدرجات، فيجب إن لجنة القيم هنا تتدخل ويجب إن مجلس إدارة الاتحاد يتدخل إعلاميا وقانونيا وبكل الوسائل؟ ليه ما بيحصلش الكلام ده يا حاج؟ ما بيحصلش ان مجلس الاداره، ما هو سامع وعارف وكلهم في الاتحاد وعارفين وهم في المجال وعارفين. طب هم بيثيروا السلامه يعني ولا بيفضلوا يعني عدم الصدام؟ ما اعرفش خلفيه الموضوع يعني، انا برضو مش عايز يعني اصدر مشاكل، انا ما اعرفش خلفيه مجلس الاداره عايز يتدخل ولا مش عايز يتدخل، عايز يخش في مواضيع مش عايز يخش في مواضيع، انما انا بعمل زي ما هم بيعلنوا للراي العام كلام مش مظبوط، انا بطلع بوضح برد على كل الناس بارقام. صحيح. الارقام واضحه وجبت امثله في مواسم قبل كده كان نادي الزمالك نفس الوضع. وحضرتك بتزعل ليه يا حاج عامر؟ حضرتك بتزعل ليه اصلا؟ انا بقول لهم حتى جيبوا مقارنه بانه حاجه حصلت مع نادي الزمالك وحاجه حصلت مع النادي الاهلي، لو لقيتوا فرق، لو لقيتوا مره لعبنا المقدمات بالترتيب يبقى انا غلطان، لو لقيتوا حد لعب اقل من ثلاث ايام يبقى انا غلطان يعني. يا حاج عامر كلها طب انت بتزعل ليه بس؟ قول لي يعني، ازعل ازعل بجد لما تحس ان المسؤول مسؤول فعلا وليس اسما. انا بقول لحضرتك انا بزعل على المشاحنات اللي بيعملوها الجمهور بينه وبين بعض. مفيش، احنا خلاص احنا كاهلي والجماهير الاهلاويه بقت متفهمه وعارفه كل اللي بيحصل حواليها وعارفه الحاج عامر حسين قد ايه ومضغوط وعارفه ان الكلام اللي بيتقال اي كلام في اي كلام وخلاص. بالنسبه لي انا، لان حضرتك عارف ان انا اصلا يعني انا قاعد عشان الكابتن هاني ضغط عليا عشان اقعد، انما انا اصلا انا زعلان لان انا في منظومه الكوره من عند 14 سنه 13 سنه وشايف الناس في الشارع فاهمه الكلام غلط وماشي بسمع الناس والناس بتغلب بعض والناس قلبها محروق على كل واحد على كرسيته لانه مجيله معلومات غلط، الكلام ده كله ضرر للناس ضرر للجمهور ويشحن الناس، انما انا متعود على كده من ايام ما كنت بلعب وعارف كل واحد بيعمل ومصلحته ايه وعارف دوت بيقول كده علشان عايز مصلحه ايه بعدها، انا فاهم الخريطه كلها لان ده مش جديد على المنظومه بتاعت الكوره، انا بتكلم عن الغلاسه الغلابه ديت اللي احنا وصلنا بكده لمشاكل كتير في المدرجات وبدانا المشاكل وشفنا قبل كده في المباراه الاخيره بتاعت الاتحاد والزمالك كراسي بقت الاتحاد دلوقتي بتتكسر، يعني رجعنا تاني والناس يقول لك عايزين ندخل جمهور، دخل الجمهور ازاي واحنا خمس ثلاث متفرج بيعملوا مشاكل، احنا نسينا اللي فات. فلازم يبقى في وقفه عشان الناس تفتكر كل شويه ان المشاكل ديت وراها هيبقى في كوارث. فلازم انا اقول للناس الكلام دوت، انما انا بنقول انا لا انا مش زعلان. انا زعلان على الناس اللي بتهد حاجه ماشيه وبنحاول نرجعها زي ما كانت. والناس تنبسط والناس تستمتع بالكوره، الدوري بقى قوي، في مباراه قويه. فبدل ما نوجه الناس اللي تستمتع بالكوره ونخلي اللعيبه تستمتع بالكوره، لا الاجهزه تبرر للعيبه الاحصان بتاعها، وبعدين مجلس الاداره يوم مصدر للجمهور لو في اخفاق في اي مباراه، فكل واحد يصدر للثاني المشكله، الاصل المشكله تروح للجماهير اللي هي عصب المنظومه كلها. حاج عامر الناس عارفه حضرتك مين كويس، والناس يعني زي ما بدره لسه يعني بيتكلم عليك ازاي، والناس في الوسط الراضي عارفين مين الحاج عامر. ربنا معاك وان شاء الله تنظموا البطوله الافريقيه على احسن ما يكون، وان شاء الله تلم برضو موضوع الدوري. بصراحه حمل تقيل يا زي ما انا بس عايز اقول الله نتمنى ان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله كابتن حميد، واهم حاجه البطوله الامم الافريقيه ديت الفرحه اللي الناس عاشتها امبارح بالامم الافريقيه وتنظيمها والكابتن محمد صلاح اكيد تنظيم واحد الحقيقه كانت حاجه جميله جدا، ونتمنى طبعا 24 دوله لاول مره هتنظم بطوله ب 24 دوله. انما الكابتن هاني الحقيقه انا بيبقى عندي ثقه فيه عمياء، انا اتدربت من 2006 و2009 في كل البطولات اللي فاتت، عنده القدره في حته التنظيم ديت بيحط كل واحد في المكان المناسب وبيقدر يسيطر على المجموعه كلها ان احنا نطلع في افضل حال يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه يا حاج عامر قبل بس ما تخرج من المداخله. هو معانا حاج عامر لسه معانا؟ معانا يعني حضرتك ما تلتفتش لمصالح ضيقه، يعني انت بتشتغل للصالح العام والصالح العام في النهايه
هيثبت وهيؤكد انك انت كنت بتشتغل الصالح العام، لانه اصحاب المصالح الضيقه او اللي بيحاولوا يصنعوا لنفسهم بطوله من خلال تصريحات يعني يثيروا بيها الجماهير، مسيرهم هينكشفوا، لان الجمهور في النهايه واعي، وفي الجمهور في النهايه ممكن بيبقى حساس وبيحب ناديه، لكن في النهايه الحق هو اللي بيبقى باقي. فاللي ثبتك ووفقك في الفترات اللي فاتت دي كلها في ظل يعني دوري كان في ظروف عصيبة وإرهاب وما إلى ذلك، والحمد لله أنت يعني مع زملائك عبرت بالمرحلة الصعبة دي. إن شاء الله المرحلة اللي جاية دي هتبقى مرحلة لتثبيت الدوري بقى من السنة اللي جاية إن شاء الله. أنا بس لحضرتك وطبعا أقول للناس كلها أن الموسم ده موسم استثنائي، الموسم اللي جاي حضرتك هنبقى زينا زي العالم كله. الموسم بيبدأ من شهر 8 وينتهي شهر 5. الاتحاد الافريقي عمل كل الامور التقنيه ديت عشان نرجع للطبيعه ثاني بتاعت الكوره في العالم كله. الموسم اللي جاي ان شاء الله هيبقى زي اللي فات، ان احنا خلصنا فيه شهر 5 قبل كاس العالم. الناس تستحمل بس الفتره ديت ولغايه ما نعدي الامور على خير ان شاء الله. ان شاء الله. حاج عامر حسين بشكرك شكرا جزيلا وربنا معاك ان شاء الله في الفتره الصعبه المقبره. شكرا جدا. هو طبعا يعني عنده حق، لان انا يعني مصالح ضيقه جدا بكلمه. لا يعني مصالح محدوده الرؤيه. في ناس بتبقى بتبص لزاويتها هي بس، هي هتعمل هتاثر في الناس ازاي في الوقت اللي بتنسى فيه انها بتغامر او بتلعب بمشاعر ناس وشباب متحمسين ومحبين لناديهم، لكن في النهايه الامور دي كلها بتكشف. فمعلش خليه يشتغل. يعني يشتغل، وان شاء الله باذن الله تعالى ما فيش حد ما بيغلطش وهو بيشتغل. كل واحد بيشتغل بيبقى عنده نسبه اخطاء، ما فيش حد فينا ملاك، لكن في النهايه الخطا ده عن قصد ولا عن غير قصد؟ بالظبط. اللي عن قصد ده في تعمد وسوء نيه، انما اللي عن غير قصد ده يعني بيتم تداركه اكيد ما دام الانسان مخلص لهذا الامر. اكيد. انا بس كنت عايز اقول لك ان هو اتكلم على يعني لمح الى 2012 2011 الى 2012 أوكي. 2011 دي مأساة طبعا. 25 يناير والكلام ده خليه على جنب. بنتكلم عن توابع دي توابع، ما هو من توابع ال 25 يناير اللي حصل لينا والشباب مصر والجمهور النادي الأهلي في اول فبراير 2012. فطبعا كانت كارثة إنسانية، كارثة كبيرة جدا، لازلنا بنتجرع ألمها وبيدمي قلوبنا وبتدمي قلوبنا كلما نتذكرها. وعلشان كده إنه بعد ما مصر استعادت الحمد لله استقرارها وأمنها وأمانها ومكانتها الكروية، أنا متهيألي بقى مع كأس الأمم الأفريقية 2019 لازم يكون في تيكت ودور معين لأسر شهداء استاد بورسعيد. لازم دول من الناس اللي يكونوا موجودين وحاضرين ويقدموا نموذج، لأن هم قدموا تضحية كبيرة جدا جدا ما حدش يقدر يقدمها في ملعب لكرة القدم. جميل. ده أنا يعني بتمنى إنه الأخ العزيز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والأخ العزيز مهندس هاني بوريدة، واللجنة المنظمة تضع في الاعتبار إنه ده يكون شيء من التذكير بإنه يكون شيء من التذكير بإنه في شباب ضحى علشان كرة القدم وفي حب كرة القدم، وتأثرت ملاعب كرة القدم وتأثرت الكرة المصرية، وبالتالي عودة الكرة المصرية وعودة أفريقيا. احنا جت فترة كابتن ميدو والسادة المشاهدين عارفين منتخب بنين كان بيرفض يجي يلعب في مصر. بالظبط. يعني مع احترامنا طبعا لبنين كدولة. بالزبط. منتخب بنين رافض يجي يلعب في مصر مع منتخب مصر اللي هو قبل 25 يناير كان المصنف رقم 10 في الرانك بتاع الفيفا في تصنيف الفيفا، وكنا بنلعب منتخب انجلترا في استاد ويمبلي، واخد بال حضرتك؟ فكل التأثيرات دي طبعا ده إلى جانب
وفي المقدمة أسر شهداء الجيش والشرطة العظام اللي لولاهم ما كان مصر خدت 16 صوت في التصويت، لأنه الحمد لله بفضل الله رغم كل المحاولات الإجرامية التآمرية على إثارة البلبلة والفزع للشعب المصري الصامت الثابت اللي وقف ضد مخطط الصهيونية العالمية للنيل من هذه الدولة، وشهداءنا الأبطال من الجيش والشرطة يجب أن أسرهم أيضا تكون من المكرمين، لأنه لولاهم ما كان الاستقرار والأمن والأمان، مكرمين في حضور هذه المباريات، وطبعا من المدنيين شهداء العريش، المسجد اللي كان الحقيقة من أول ما فعله مجلس الكابتن محمود الخطيب في مباراة رسالة سلام الأهلي وأتلتيكو، أن هم استقبلوا مجموعة من أسر شهداء مسجد العريش وأبنائهم الأبطال، وكانوا حضروا ماتش الأهلي وأتلتيكو. فإن شاء الله بإذن الله على هذا النهج يجب أن احنا نشتغل علشان دي كارنفال واحتفال العالم كله بيشوفه، وبيشوف قد إيه تقدير الدولة المصرية للجماهير. وأكيد شهداء الدفاع الجوي طبعا، طبعا اتكلمت طبعا على كل شهداء أنا بكلم طبعا على كل شهداء الكرة المصرية، كل يعني أبطال، هو طبعا ما اسموش الدفاع الجوي، كان مباراة الزمالك وإنبي، المباراة الزمالك وإنبي اللي راح فيها 22 ابن من أبناء مصر، برضو دول لازم يكون ليهم مكانتهم ويكون لأسرهم التكريم اللائق والتواجد، إن شاء الله يدوهم بطاقة دخول مجانية للمباريات تقديرا ليهم وتقديرا لأسر شهدائنا من أبطال الجيش والشرطة، لأن زي ما قلت لحضرتك مرة تانية وتالتة أنه دول أصحاب الفضل على بلدنا، وطبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى وجيشنا العظيم والشرطة اللي بتدافع عننا ضد الإرهابيين في سيناء وفي غيرها، ويمكن آخرهم الرائد مصطفى عبيد رحمة الله عليه، الله اللي فدى أسر كتيرة جدا جدا وهو بيفكك القنابل اللي زرعها الخونة المجرمين أعداء الدين وأعداء الإنسانية. نطلع فاصل؟ نطلع فاصل. هتعرف نطلع؟ نطلع. طلعنا فاصل نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع النجم الأستاذ أيمن بدرة، نتكلم أكيد بعد الفاصل عن موضوع إصابات النادي الأهلي ورأيه، أكيد رأيه مهم جدا في موضوع هذه الإصابات. فاصل ونرجع مع حضرتك على طول. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه منورنا الاستاذ ايمن بدره، بنتكلم عن كل تساؤلاتكم وكل الاحداث اللي حصلت في الفتره الاخيره في الشارع الرياضي المصري والعربي كمان. الاصابات موضوع بصراحه يا استاذ ايمن لازم برضو اخد وجهه نظرك فيه، موضوع زاد قوي ملوش مبررات، تيجي تحط ايدك على سبب بيطلع لك حاجه تانية خالص. امبارح جيرالدو محمد محمود، حاجات غريبه جدا. خلينا نبعد عن محمد محمود شويه دلوقتي. لا هو ده محمد محمود، ده محمد محمود اللي اكد انه في ازمه كبيره لازم يبقى فيها تدخل حاسم. اوكي. لانه تقدير طبي خطا والسماح للاعب بالاستمرار او بانه يلعب وهو بيعاني من اصابه فتؤدي الى تفاقم فتؤدي الى خسائر. يبقى المسألة هنا لازم يعني خلاص الموضوع لم يعد في يعني انه ده مشكلة بسيطة وكذا، لا احنا عندنا كم من الإصابات بنشهدها في هذه الفترة غير مسبوقة. وبعدين بقى تابع بقى بعض التلميحات على انه اصل ده امور غير طبية وغير متعلقة بالأحمال وكذا، امال ايه بقى؟ هنرجع تاني نتكلم في امور غيبيه. انا بدات أو في أنا بصراحه بدات اصدق. لا ما هو تصدق في ايه؟ انا بدات اصدق بصراحه. انت تصدق في ايه يعني؟ يا محمد يعني هو انت بتتكلم على محمد محمود حدانه زمان، عشان انا قلت لحضرتك يعني بلاش، لان انا اتكلمت عليه في الاول واتكلمت ان كان فيه فعلا تقصير، دي اول حاله كنت فعلا ادين فيها حد. لكن قبل كده لما تيجي تشوف الاصابات يا زايمه، لا هي دي حاله كاشفه
كاشفه كاشفه لسلسله من الحاجات اللي احنا ما عندناش عنها معلومات، انما ده لاعب لسه جاي جديد اوكي ومكشوف، هو المفروض انه خاضع للفحص الطبي الشامل والتاكيد واتعرف ان هو اشتكى من حاجه معينه. الشكوى دي تعني ان في جرس انذار، تعني للانسان الفاهم المالك لادواته ان يقول لا ده ما ينفعش يكمل، يبقى لازم يبقى فيه توقف، يبقى فيه قرار طبي بالتوقف لما يحصل، غير كده والإصابة تتفاقم لا. ده هنا يعني الكلام ده عندهم قصد وتكراره حتى ولو عندهم قصد يعني انه الناس دي مش قد المكانة. طب مش قد المكانة. طب جيرالدو، جيرالدو برضو حاجة من غير سبب، يعني جيرالدو لا يتمرن مع الفريق فترة اساسا، يعني نقول ان هو فيه اجهاد عضلي، ولا كان مصاب والدكتور شخصه، انا هاجي مع حضرتك، ولا كان مصاب والدكتور شخصه وقال مثلا يرجع بعد كذا ونزله قبلها بفتره. يعني عايزين نوصل لايه؟ انا عايز اوصل ان انا مش عايز اوصل لحاجه، انا عايز اعرف في ايه، انا عايز اعرف في ايه، لان انا بدات اشك ان في حد عامل لنا حاجه والله العظيم. يعني عاملين انا بدات اتجنن يعني، خلي بالك يعني انا كميه اصابات كتير زي ما حضرتك قلت اوكي، ومن واسبابها يعني احمد فتحي، خلينا احمد فتحي قعد مثلا شهر الدكتور ايدو راز ايمن بيشوف الاصابه بيشخصها بره بناء على اشعه، هي امبارح اول حاجه في الملعب زي ما حضرتك قلت، اول حاجه في الملعب ان هو لقى انزل، طبعا دي كانت حاجه ما ينفعش خالص، لكن قبل كده انا طلعت مصاب مثلا بجزء في شد في الخلفيه او قطع في الخلفيه بيبان من اشعه، دكتور بيقول اشعه بتقول كذا كذا كذا، هاخد عليها شهر او شهرين وبعد كده بسلمه العضله بقت سليمه، خد اتفضلوا بقى اهدوها. مين اللي قال بقى ان العضله كانت سليمه؟ دكتور. مين الدكتور؟ طيب هو اللي بيقول العضله بقت سليمه، وانزلوا بقى ايه اهلوها عشان تستحمل الضغط التدريبات والمباريات، مش ده اللي بيحصل؟ صحيح. طيب هل العضله ما بتبقاش سليمه وبتنزل تاخد شغل بتقطع تاني؟ ما احنا شفنا اهو في محمد محمود احنا شفنا محمد محمود، وبعدين انت بتاهل ازاي وانت بتجهز ازاي وانت بتعمل إزاي؟ يعني هي المساله اصلها منظومة متكاملة. منظومة متكاملة. المنظومة دي يجب أنها تخضع للتقييم الدقيق علشان نكون صرحاء، لأنه أنت النهاردة في مرحلة ما فيهاش هزار. تمام. المرحلة ما فيهاش هزار دي أنك بتنافس على بطولات، أنك بتحاول تستعيد المنافسة على الدوري، أنك أنت عندك صفقات، عندك لاعبين، عندك مدير فني جديد لازم يمتلك كل اللاعبين وكل عناصر اللي معاه عشان يقدر يظهر، ولعبة مؤثرة وفلوس طبعًا كتير طبعًا طبعًا. فبالتالي أي خلل في المنظومة دي لازم يكون علاجه لا شكرًا، اطلع من دائرة العمل دي عشان يدخل ترس تاني، يدخل في دائرة العمل يقدر يمشي عجلة الإدارة وعجلة التدريب وعجلة الجهاز الطبي بالشكل المنتظم اللي فيه تناغم وتجانس، ما يكونش فيه حاجة بتعطل في النص. وبالتالي أنا بتمنى إنه يكون في إعادة تقييم، أنا مش بقول إن الناس اللي موجودة ما تصلحش أو تصلح، لأن أنا دكتور وأنا بتاع علم بتاع تأهيل بدني، أنا بتكلم على معطيات قدامي كراجل ناقد رياضي بشوف في هنا حاجة مشكلة. الناس اللي مسؤولة دي لازم تطلع تقول لنا إيه المشكلة، إيه السبب؟ إيه السبب؟ بعيداً بقى عن إنه الموضوع ملوش علاقة بالبدنيات وبالفنيات وبالحاجات الطبية، لأن إحنا كده بنحاول نشيع أفكار والناس تبدأ تعتمد على التواكل وتعتمد على أمور غيبية وتعتمد على حاجات، وإلا بقى زي ما بيقول بقى كان يعني حتى عجبني زميلنا العزيز الشاب كريم سعيد كان في كلام في الميديا من شوية مع الأستاذة شيمة، وقال بقى كانت بقى طبعا أجهزة المخابرات بقى استخدمت العفاريت والجن والحاجات دي في هزيمة الدول وفي الكلام ده، ربنا سبحانه وتعالى بيحمي الإنسان من الحسد اللي هو مذكور في القرآن بالقرآن. تمام. ولن يضر إنسان إلا بإذن الله. تمام. فأنت وربنا سبحانه وتعالى أعطانا الوسائل المحصنات اللي تحصن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يحمينا من شر حاسد إذا حسد كما جاء في القرآن. طب ملاعبتنا نعمله كده بالأذكار
وبالدعاء بالزبط. وبالقرآن طبعا بالزبط. الحصن الحصين بالزبط. واخد بال حضرتك؟ إنما بقى نقعد نقول أصل معرفش شمهورش إيه وعمل إيه وهو كل الناس يعني خلينا بقى نكلمها مش شمهورش الحاجات دي، الحاجات دي مذكورة في القرآن. معلش نتكلم بقى نتكلم بال بتاع يعني هو كل اللعيبة نجمها خفيف زي ما بيقولوا يعني بقى كل لعيبة هتتأثر يعني كل لعيبة كده فجأة كده تتأثر النهاردة حتى وليد سليمان عامل ركبته وعامل راسه وعامل كل حاجة وعامل كل حاجة كل الناس كل الناس كل لعيبة كل بس الدنيا. مفيش ما يمنع ان هم يتحصنوا زي ما حضرتك بتقول لا طبعا طبعا ما احنا هو في حد وفي حد مش مأمور بأن هو يقرأ القرآن بس اقرأ القرآن يعني اقرأ سورة البقرة فإنها لا يقربها البطرة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. طب احنا عايزين نوصل كده المعلومات دي خلي بالك. ايوه احنا بنقول انه تحصنوا بالقرآن، احنا مش هنروح نفك في شبرمنت اعمال يعني تحصنوا بالقرآن، لكن برضو لازم نعمل شغلنا، لازم نعرف الإعداد البدني ازاي، التأهيل ازاي، العلاج الطبي ازاي، نراجع امورنا الاول واخد بال حضرتك، وبقى ناخذ بالاسباب واخد بال حضرتك، والرسول عليه الصلاه والسلام قال اعقلها وتوكل واخد بال حضرتك، مش سيبها وقول لا والله اصل ده لا ده مرفوض جدا مرفوض طبعا مرفوض معرفش مين وكلام من ده، ونشيع عند الناس امر التواكل على حاجات زي دي. ربنا سبحانه وتعالى طبعا يحفظنا ويحصننا من شرور الانس والجن، ولكن زي ما بنقول انت بتشتغل على نفسك بكل الوسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لك، واحنا ديننا وقراننا بيامرنا في اول حاجه يقول لك اقرا. اقرا يعني ايه؟ يعني اتعلم وادرس وشوف واخد بال حضرتك. يعني اول كلام نزل على سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام اقرا. اقرا يعني اتعلم، يعني اعرف، يعني يكون بوسائل العلم المتاحه ليك. طب خليني اسال حضرتك سؤال. اتفضل. عشان يعني نحسم موضوع الجدل الجهاز الطبي. يعني دلوقتي انا بتصاب. انت حاسسني انك الدكتور احمد عبد العزيز قاعد معاك. ما انا امال ايه؟ لازم لازم نوصل للناس المعلومه صحيحه زي ما حضرتك بتوصل معلومه. انا دلوقتي لسه اول اصابه ليا. هو كم مره حصل اصابه ورجعت تاني؟ كتير. لا قول لي. كتير. ما احنا بنقولها احمد فتحي. تمام احمد فتحي ادي نموذج اهو. تمام ادي نموذج بس يعني. احمد فتحي من الاساس اتصاب. ايوه ماشي أوكي. اتصاب وهنقول ان هو اي لعيب معرض للاصابه. حلو. طيب في لعيبه طيب اتصابت ولسه ما رجعتش. أجاي ما رجعش. طيب ماشي. تمام ما رجعش ليه؟ انا بتكلم في سبب الاصابه. خلينا الاول ناخد بس سبب الاصابه. ما هو سبب تعددت الاسباب والاصابه واحد. انما انت النهارده انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. أنا ليا واحد صديقي في الإمارات منظم معسكر لمنتخب الهند. تمام. اللي بيشارك حاليا في كأس الأمم الآسيوية. تمام. كأس الأمم الآسيوية بتتعمل في أبو ظبي. فصديقي ده عنده شركة بتنظم معسكرات وبتعمل مباريات وحاجات كده، فكان منظم معسكر المنتخب الهندي. المنتخب الهندي عنده جهاز طبي بيعمل قياسات يومية لكل اللاعبين اللي موجودين في الفريق، لعضلاتهم محتاجة ايه أملاح، محتاجة ايه مغنيسيوم، محتاجة ايه جميل محتاجة ايه إعداد بدني. مش كل اللعيبة بتنزل تتمرن زي بعض. تمام. عضلات سيادتك مش زي عضلات دي حقيقة. كذا كل واحد فيهم بيتعمل له البرنامج الإعداد بتاعه. عارف الجهاز ده سنتين تقريبا ما فيش اصابه في منتخب الهند. دي حقيقه. سنتين ما فيش اصابه في منتخب الهند. ده مش جهاز يعني مش جهاز طب يعني مش آله. مش آله. لا ده مجموعه من العلماء او من الاطباء وبتوع الاعداد البدني والتغذيه واخد بال حضرتك والتاهيل ودكاتره العظام. الفريق ده 4 أنفار أو 5 أفراد معاهم الالتراسونيك بقى ومعاهم نجيب الجهاز برضه وكلام من ده. ماشي. ما انا بقول لحضرتك وعلى فكره صديقي ده اسمه شريف فاروق السيد، والده الدكتور فاروق السيد ده راجل يعني معروف طبعا. وشريف ده اهلاوي يعني رهيب جدا لدرجه ان هو في الانتخابات اللي فاتت دي نزل من الامارات مخصوص عشان ينتخب الكابتن محمود الخطيب. وواحد من محبي النادي الاهلي وكان من اول الناس اللي اسست موقع اهلي دوت كوم مع مجموعه من الشباب طبعا منهم دكتور عادل كريم ومنهم اسماء كتيره جدا ومعروف شريف. فممكن الناس تتصل بيه كابتن سيد عبد الحفيظ يكلمه وياخدوا تجربه الهند ومفيش مانع ان احنا نشوف القصه دي. بس اللعيبه في الهند اصلا الهنود بيتصابوا اصلا زي ما
ليه مش بنشوفهم في الافلام مثلا بيجيبوا فيا لا مثلا يعني مثلا الافلام بيموتوا 90 مره اه ده ده بيضرب برصاصه بياخدها في بقه وبعدين يرجع يضرب بيها تاني انت بتتكلم على باتشان والحاجات دي لا دول مش هم اللي بيطلعوا في الافلام. طب الدكتور لما بياخد الاصابه وبعدين بيعالجها وبعدين بيعمل لها اشعه تاني عشان يقول العضله سليمه يعني هو ما بيفتيش في حاجه ولا في حاجه تانيه؟ ما انا برضو مش عايز ادخل في حاجه متخصصه مش عايز اكون زي اي حد من الخبراء اللي بيطلعوا يتكلموا في الطاقه النوويه والذريه والملوخيه وغلاء البطاطس واصابات الملاعب والخطط الاستراتيجيه واقعد افتي في كل حاجه. الموضوع الطبي انا بتكلم دلوقتي على واقعه حصلت. تمام. لاعب جاي اشتكى من حاجه معينه قال له لا شكرا كمل اتصاب. يبقى الموضوع هنا في خطا. انت حضرتك رحت لدكتور قلت له انا جنبي بيوجعني الدكتور ده قال لك لا والله ده انت واخد برد طلع والعياذ بالله حاجه تانية كملت على انه برد تفاقمت الاصابه يبقى اذا التشخيص خطا. تقول لي بقى حضرتك الاشعه اي حاجه دي مش ده ده مش ده مش كلامي ده مش ده 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 مش ده حضرتك نقدر يعني هنا زملائنا الاعزاء رؤساء التحرير هنا في البرنامج دول يقدروا يشوفوا مجموعه من الاطباء والنادي الاهلي غني بالاطباء اللي كانوا موجودين واللي لازالوا موجودين والنادي الاهلي غني بابنائه يقدروا ييجوا يعملوا ورشه عمل او يعملوا ندوه او النادي الاهلي يستدعيهم في جلسه للتشاور. ايه الحاله اللي احنا فيها دي؟ اكيد الاهلي مش ساكت. خلينا نقول انا بقول لك اكيد بس انا خلينا نفكر ما احنا هو يعني ما هو الاهلي ده كل الناس كل الناس محبي النادي الاهلي ده واحنا بنتكلم في قناه النادي الاهلي. تمام. لازم نقول برضو ان دول لعيبه ثروه للمنتخب الوطني. المنتخب محتاج اللعيبه دول واحنا خلاص داخلين على ارتباطات مهمه. فاحنا ووجود النادي الاهلي كمنافس بيسري المنافسه حتى لصالح المنافسين بتوعه صالح كل حاجه صالح الزمالك بصفه خاصه. فخلينا نقول انه النادي الاهلي يعمل يشكل لجنه زي ما احنا مشكلين كده او زي ما في تشكيل لجنه من مجلس الاداره علشان يشوف حقوقه في عقد عبد الله السعيد وكذا يبقى في لجنه طبيه تيجي تدي المشوره للجهاز الطبي والجهاز الفني. مفيش مانع يعني مفيش مانع اصل احنا مش هنكبر على العلم او مش عليه او وساعه ما النادي الاهلي يحتاج ابنائه هيبقوا موجودين واخد بال حضرتك أكيد. فخلينا نقول في هذا الاتجاه نبحث ونشوف الاطباء انما انا مش هقدر يعني اكون يعني ماشي. اقوم بدور الدكتور في ماشي. في الموضوع ماشي. ده ماشي. انما في النهايه في خلل معين لابد ان يعالج ويعالج بمنتهى السرعه. ماشي. عايزين نتكلم على المشوار الاهلي في البطوله الافريقيه ان شاء الله الماتش الجاي في تكلوب وعايزين نتكلم عن تنظيم كاس الامم الافريقيه. بص انا عايز اقول لك انه هقول حاجه يعني معلوماتي الشخصيه ويمكن انا يعني على تواصل مع انه من اقوى المرشحين لان يكون مدير بطوله كاس الامم الافريقيه 2019 واحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين واحد من ابناء النادي الاهلي المعروفين اللي ليهم علاقات بالفيفا وانه ان شاء الله باذن الله تعالى اذا يعني طبعا هو مش هيغفل او مش هيرفض التكليف اذا جاله لانه ده تكليف دوله في مهمه. مين؟ واحد ينتمي الى اسره اهلاويه عريقه ووالده كان رئيس النادي الاهلي. طب ما تقول لنا مين؟ مش هقول واحد مسؤول في النادي دلوقتي ووالده كان رئيس النادي الاهلي. فا ان شاء الله صعبه كده هي؟ ان شاء الله باذن الله تعالى يقبل. انا عايزك تقول لحضرتك يقبل هذا الامر لانه ده مجرد ترشيح لسه بس برضه مجرد ترشيح وترشيح قوي جدا. ما انا عارف والله العظيم انا عايز بس زي ما هو اللي يقول ترشيح قوي جدا. ما خليها طب نعملها سؤال سؤال الحلقه. تمام. ما عندك تيشيرتات تعمل عليها؟ انا عندي على طول. انا الجماهير قول لي على طول. طبعا حبايب طبعا وحبايبنا طبعا وحبايبنا طبعا زي ما كنا بنتكلم في تنظيم كاس الامم الافريقيه من شويه وقلنا انه طبعا مصر نجحت في 2006 نجحت في 2009 وكان مدير البطوله المهندس خالد عبد العزيز بنحييه طبعا راجل اجتهد في تنظيم البطوله تنظيم البطولتين الحقيقة ك 2006 كأس أمم أفريقيا و 2009
ولا زالت علامة مميزة في تاريخ الرياضة في مصر. بطولة 2006 بطولة 2009 كاس عالم. لكن خلينا نقول انه المهمة دي اللي الدولة تصدت ليها كاس الأمم الأفريقية 2019 في هذا التوقيت هي برضو علامة فارقة في تاريخ الكرة الأفريقية وتاريخ الكرة المصرية. لأنه الوقت ضيق جدا على تنظيم بطولة لأي دولة. أنت في أقل من 6 شهور محتاج أو 5 شهور ونص محتاج أنك أنت تستضيف 24 فريق لأول مرة. كأس الأمم الأفريقية كانت لحد الدورة الماضية 16 فريق فقط. بالزبط. أنت هتضيف 8 فرق زيادة كتير. بكل جماهيرهم بكل استعداداتهم بملاعب التدريب اللي محتاجينها بالمستشفيات اللي عايزينها بالطرق اللي هيمشوا عليها بجماهيرهم بانتقالاتهم بتأمينهم بكل هذه الأمور فبالجولات السياحية اللي هيعملوها بالتيكتنج اللي هياخدوه بثقافتهم بكل مسؤولينهم اللي هييجوا في رؤساء دول المفروض ان هم بييجوا فداعب لا تتحمله الا مصر. ويعني انا قلت امبارح واسمح لي ان انا للساده المشاهدين الكرام وهم اعلم مني واكثر وطنيه ومحبه لمصر لما بتكون في محطه فارقه للكره الافريقيه بتكون مصر موجوده او لافريقيا بصفه عامه. سنه 57 مصريين تصدوا لتأسيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وكان ساعتها المهندس عبد العزيز عبد الله سالم كان وزير الزراعة في مصر في ذلك الوقت وراح للفيفا وقال لهم احنا عايزين نأسس الاتحاد الإفريقي فساخروا منه قالوا له تأسس الاتحاد الإفريقي على 3 دول أو 4 دول كن مصر والسودان وأثيوبيا وجنوب أفريقيا فقال لهم احنا دلوقتي 3 دول بكرة هنبقى 30 وكان الفريق عبد العزيز مصطفى اللي وصل لمنصب نائب رئيس الفيفا بعد كده معاه وسنده وحصلنا على حق تأسيس الاتحاد الأفريقي ثم اتنظمت أول بطولة لكأس الأمم الأفريقية عام 57 في أثيوبيا وبعدين مصر استضافت بطولة عام 59 وكان هداف البطولة دي الكابتن محمود الجوهري وبعد كده مشيت البطولة خدت رونقها وهي دلوقتي تقريبا البطولة أو مؤكد البطولة الثالثة كرويا على مستوى الكرة الأرضية من حيث الأهمية والجماهيرية وعدد النجوم المحترفين اللي بيشاركوا فيها والزخم الإعلامي وبالتالي انت بتتكلم على حدث رياضي كبير وتحدي كبير قوي كمان وتحدي كبير خاصه وانه انت دخلت قدام جنوب افريقيا اللي كانت منافس ليك في 2010 وظهر فيما بعد انه هذا الملف كان فيه من الكوربشن من الفساد الكثير والدليل ان كل او مش كل عشان في ناس معظم اعضاء الفيفا ادينوا واللي منهم اللي اتسجن وعلى رأسهم طبعا جوزيف بلاتر واسماعيل بامجي وجاك وارنر وحتى بلاتيني كل دول ثبت ان هم يعني كانوا واخدين بس طبعا ما ظهرش الا لما اعطوا الملف للدولة الراعية للإرهاب قطر بتاع 2022 فبدأت الأمور والملفات تتفتح كلها وثبت بالدليل القاطع أن مصر رفضت أنها تدفع رشوة علشان تاخد أصوات في هذا الملف وعلى يدنا أنا كنت حاضر لما جه اللواء حرب الدهشوري والمهندس هاني أبو ريدة الإمارات علشان يلتقوا بجاك وارنر كان نائب رئيس الفيفا وقتها في أبو ظبي وكان المشرف من الفيفا على كأس العالم للشباب في الإمارات في 2003 وطلب 5 مليون دولار علشان يدي أصوات لمصر و ده كلام كبير كلام جميل يعني انا اتقال قبل كده يعني وانا كنت شاهد عليه واللي هو حرب ربنا يديله الصحه والسعاده موجود والدكتور علي الدين هلال كان وزير للشباب في ذلك الوقت وهو موجود والرئيس مبارك رفض هذا الامر
وكان الضمان اللي قاله جاك وارنر انه انا هديكوا 5 أصوات في مقابل 5 مليون دولار صد بمليون يعني وكلمة شرف. فرد الدكتور علي الدين هلال طبعا بعد ما عرض الموضوع قال لك ازاي ناخد كلمة شرف من واحد ما عندوش شرف. وتم رفض هذا الامر مطلقا، وعشان كده يمكن بعض الدول يعني عرفت انه الامر محسوم. فالنهاردة جنوب افريقيا مع احترامنا وتقديرنا ليها كانت من الدول اللي دخلت في مقاطعة مع مصر بعد ثورة 30 يونيو. مصر كان متجمد عضويتها في الاتحاد الافريقي السياسي بدعوى ان مصر بدعوى وهمية ويعني في المؤامرة الصهيونية ان كان في انقلاب وما الى ذلك، ولكن الحمد لله انه ايام قلائل ومصر هتترأس الاتحاد الافريقي السياسي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر بتعلن عام 2019 عام الشباب الافريقي، وبالتالي الشباب الافريقي هيتجمع في مصر وفي اسوان عاصمة الشباب الافريقي زي ما قال سيادة الرئيس في مؤتمر الشباب الاخير. هيبقى عندنا فرصة ان احنا نقدم بلدنا لشباب افريقيا ونقدم ايقونة الشباب الافريقي محمد صلاح اللي بيتوج كأحسن لاعب في افريقيا للعام التالي على التوالي، ونقول لهم ادي الشباب المصري، ونقول لشبابنا يا رجالة مصر يا شابات وشباب مصر كونوا في المدرجات لوحات محترمة بقدر نجومية وبقدر مكانة محمد صلاح عندكم وبقدر محبتكم لبلدكم علشان تفخروا تاني، وعشان كل واحد فيكم لما يكون في أي بلد يقولوا أنت ابن هذه الحضارة وابن هذا الاحترام اللي احنا بنشوفه واللي دايما عمالين نقوله 2006. ايه المطلوب يا استاذ ايمن؟ ايه المطلوب علشان نعمل تنظيم يليق بمصر في ظل التحديات الكبيره جدا اللي احنا فيها دي؟ احنا بنتكلم بقى، احنا دخلنا في الرياضه في السياسه في الكل بصراحه، هو حوار ما فيش سياسه، هو دي اللي احنا كله. السياسه ده لو انا برضو زي ما كنتش دكتور انا عمري ما كنت في حزب سياسي. لا احنا بنتكلم في الوسط كله، بتكلم على بلدي التنظيم، وبتكلم على شعب بلدي واهلي وناسي اللي احنا عايشين بينهم واللي احنا بنفخر ان احنا مصريين. عايز اقول لحضرتك انه من فتره كبيره، خلينا نتكلم احنا في قناه النادي الاهلي، الشركه الراعيه برزنتيشن، الشركه الراعيه عامله استعداداتها الحقيقه، وانا صديقنا الاستاذ شريف شديد اللي تم الاتفاق معاه عشان يبقى في شركه استادات احدى شركات برزنتيشن برزنتيشن سبورتس، النهارده عملت دور كبير الحقيقه في فوز مصر بالملف، وكلنا شفنا الصور شفنا استاذ محمد كامل وشفنا كل الناس وزميلنا مصطفى طنطاوي والشباب اللي كانوا موجودين قد ايه، والحسيني وكل الشباب يعني مش عايز اسكت، يعني شريف حسن وكل المجموعه دول الجناح الطائر اللي بيقدر يسيطر على او الصقر الطائر اللي بيقدر يسيطر على اي حاجه خاصه بمصر. وشفنا انه في استعداد مبكر للارتقاء باستاداتنا، شركه استاد زي ما قلت حضرتك في الاخ ما فيش مبكر ما فيش وقت شريف شديد، لا ده من قبل كده، انا بكلم حضرتك من قبل ما احنا نفوز في شركه اسمها استادات معموله، وتم الاتفاق فعلا على تطوير استاد السلام والارتقاء به الى المستوى اللي بنشوفه في الاستادات الخارجية. شريف شديد صديقي اللي كان ماسك استاد هزاع أو واحد من المسؤولين عن استاد هزاع بن زايد في العين، كلنا عارفين استاد هزاع بن زايد كان واحد من أفضل الاستادات في العالم سنة 2014. فهتشوف إن شاء الله بإذن الله حاجات راقية حاجات قيمة، باقي بقى إن احنا نكون على قدر هذا المستوى، نتعامل بأن كل واحد فينا سفير لهذه الدولة، يرحب بضيوفنا من الجماهير، يعرف أنه العالم كله بيتابع كأس الأمم الأفريقية على مصر اللي على أرض مصر، لأن فيها عدد كبير جدا من النجوم المحترفين اللي العالم بيتابعهم في الدوريات الأوروبية. هم عملوا كده زي ما قبل كده، يعني الشعب المصري عمل وقدم صورة مشرفة قبل كده في الدخول بس الأفريقية. قبل ما يدخل الفيروس بتاع المجموعات المنفلتة والمتهورة اللي كانت بتستخدم العنف، الفيروس ده الحمد لله بدأ يعني
يعني الجسد المصري يتعافى منه، وشبابنا اللي بخير اللي كان صورة مشرفة في ماتش الكونغو، أكتر من 80-90 ألف متفرج بالزبط في استاد برج العرب بالزبط، وكانوا الطاقة والوقود اللي حول ضياع الأمل في لحظات إلى طاقة إيجابية لما محمد صلاح قام وبدأ يعمل كده، كانت انتفاضة انتفاضة كبيرة. احنا عايزين هم دول المصريين وهم دول الشعب المصري اللي إن شاء الله بإذن الله تعالى هيكونوا موجودين في المدرجات زي ما قلت لحضرتك، مع طبعا كل المسؤولين اللي بيشتغلوا دلوقتي خلايا نحل من الرئاسة، رئاسة مصر، مجلس الوزراء، وزير الشباب والرياضة، اتحاد الكورة، والشركة الراعية، وإحنا كإعلام مسؤولين جدا جدا عن هذه الصورة، لأن هيتصدر لنا صور سلبية، هتبقى في محاولات لتشويه مكانة مصر وسمعتها في هذا الحدث. يجب أن إحنا نكون حذرين. وكان يعني البداية مع الأيادي القطرية اللي بدأت تعبس تقطع الإرسال والكلام ده، لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى إحنا جاهزين. أنت جاهز؟ أنا جاهز جدا. طب يلا بقى نطلع فصل عشان نستقبل. ونزلت كل المحطات اللي بتجيب الدوري الإنجليزي الحمد لله وخلاص. لا أنا عايزك تجيب بقى برضو في جهاز كده عاملينه بيجيب المحطات حتى المشفرة. بس إحنا كمصر، إحنا كمصر يعني أجهزة الإعلام عندنا والمسؤولين على الإعلام عندنا إن شاء الله بإذن الله بيؤكدوا، وإحنا طبعا متأكدين إن حقوقنا في إذاعة المباريات أرضية على تلفزيوننا الأرضي، وإن شاء الله في جهاز كده بتعمله الإنتاج الحربي هيبقى بسيط جدا وسعره رخيص، يخليك تتفرج على كل مباريات كأس الأمم الأفريقية بجنيهات قليلة علشان تبقى في حضن الإعلام المصري وتبقى ضد أي محاولات للضلال، وإن شاء الله بإذن الله تعالى صورة مصر البراقة يا رب تبقى موجودة يا رب، ونسعد كلنا وإحنا بنحتفل بولادنا وبنحتفل بكاس الأمم الأفريقية، لأنه فوزنا باللقب من أهم عوامل نجاح البطولة عشان نحوط شوية الصورة البهتة اللي كان عليها المنتخب في المونديال 2018. لقب إن شاء الله الثامن يكون لمصر في يونيو او في اول يو في يوليو 2019 ان شاء الله. كاتب الصحفي الكبير استاذ ايمن بدر، نورتنا وشرفتنا، بشكرك جدا جدا، استمتعت بالحديث معك، وبشكر زملائي اللي زقوني على هذا اللقاء. شكرا. انا ما رضيتش يعني ادوس جامد حبيبي. لا حبيبي بعدين قعد البرنامج. بشكر حضراتكم، بشكر الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ ايمن بدر، يعني نورني وشرفني، وكانت احاديث ممتع جدا، ودايما اراؤه تبقى في الجول. بعد الفاصل هتلتقوا مع الزميل العزيز محمد سعيد ومع النجم الأهلاوي أحمد عادل. شرفتوني ونورتوني، ودايما بستمتع بيكم، مع محمد سعيد بعد الفاصل.